استجابة إلى نداءات والاستغاثة التي تلقيناها من مستشفيات محافظة نينوى وكذلك المصرف الدم الرئيسي، اليوم أقمنا حملة تبرأ بالدم لإغاثة المرضى المصابين بالمرض اللوكيميا والتلاسيميا والفشل الكلوي. طبعا هذه الحملة ليس المرة الأولى، وهناك حملات سبقت قبل هذه الحملات، وهناك حملات مستمرة إن شاء الله أيام المقبلة. نحن بدورنا نقدم شكرنا وتقديرنا إلى هؤلاء الشباب المتبرعين الذين يتبرعون دائما لإنقاذ حياة أهلنا المصابين في المستشفيات محافظة نينوى، وكذلك نقدم شكرنا إلى الشكر الجزيل للكادر الطبي، الفرق الجوالة التي بين آونة وأخرى يحضرون إلى هذه المكان لتبرأ بالدم ولإنقاذ حياة المصابين في محافظة نينوى. نحن جماعة مصرف الدم الرئيسي بالموصل قمنا بالتعاون مع جماعة الأستاذ لقمان الرشيدي في الرشيدية في قاعته بسحب الدم للمرضى الثلاسيميا واللوكيميا. عدد المتبرعين ما شاء الله، والله تقريبا وصلنا للأربعين وما زال الحملة مستمرة. والله الحمد لله، نحن نطلع الجوامع بالأسبوع 3 مرات باليوم، الناس ما مقصرين بارك الله بهم. نحن نشكر شباب أهل الموصل ونشكر الجماعة اللي تبرعوا اليوم، ما شاء الله الشباب جايين بعد والحملة مستمرة. بالتعاون في الدم الرئيسي في الموصل للفرق الجوالة حملة للتبرع للدم للمرض الأمراض الثلاسيميا واللوكيميا والفشل الكلوي، وذلك في قاعة الأستاذ لقمان الرشيدي الرشيدية قطاع الثاني. ونشكر الأهالي والشباب على حضورهم لهذا القاعة للتبرع للدم، حيث وصل عدد المتبرعين لحد الآن 150 متبرع، والحملة مستمرة، ونحن دائما مستمرين في هذه الحملات لإغاثة أمراض التلاسيميا واللوكيميا والفشل الكلوي. والله نحن مواطنين جميعا يقومون بحملات تبرع في كل مناطق محافظة نينوى. هذه الحملة يعني قطرة دم إنقاذ حياة بشر. من هذا المنطلق نحث بجميع المواطنين لعمل مثل هذه الحملات في محافظة نينوى.